كانت البداية، كملوا الأحداث للنهاية عشان تعرفوا إيه اللي هيحصل. وقبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. متشكرة جدا. أي حد مكاني كان هيعمل كده. هو أنت معانا هنا في الكلية؟ أه في سنة رابعة. أنا ما بشوفكش كتير. ما أنا مش بحضر. عشان كده. أستأذنك. هو أنا هشوفك تاني؟ خلاها بظروفها. الحمد لله على السلامة يا رودودا يا حبيبتي. مش هتصدقي يا بابا اللي حصل معايا النهاردة. خير يا روحاني. النهارده وانا ماشيه في الكليه جه حرامي نتش شنطتي وجرب، فبعد كده لقيت بقى واحد جنتلمان كده راح ضربه مش عارفه ايه ووقعه وكده، والله جاب لي الشنطه واداها لي في ايدي ورحت قلت له بقى شكرا عيني جت في عيني والحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون دي يا حبيبتي. بس بعد كده بقى فضلنا نتمشى شويه وعرفت ان هو في سنه رابعه، بس ما بتجيش كتير وبس كده. بجد يعني حد كويس قوي. شكرتيه بقى يا رضوى؟ ايوه طبعا قلت له شكرا وكده. برافو عليكي، بس انا لازم اشكره بنفسي. بس هو ما بيجيش الكليه كتير. ممكن لو شفته بكره بقى. ما خدتيش رقمه ليه يا رضوى؟ مش عارفه ان ماما بعد يوم كان مكعبل قوي. لا احنا الولد ده لازم فعلا نعزمه عندنا في يوم علشان فعلا نشكره صح. ماشي يا ماما باذن الله. خلاص والحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. باي باي. هدخل الاوضه. ايه اتخضيت كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما عرفت عنواني منين؟ انت متاكده اني لو رحت هلاقي رقم تليفونه وعنوانه؟ طيب متشكره جدا. لا لا هبقى احكي لك بعدين. ماشي حبيبتي باي باي. بتدور علي انا؟ خير في حاجه ولا ايه؟ بص هو بعد اللي حصل يعني بعد اللعبكه اللي حصلت المره اللي فاتت وكده ما عرفتش اعمل معاك الواجب، فماما اصرت ان هي تعزمك عندنا في البيت. بس ما فيش. بص يا مصطفى اكيد مش هتحرجني يعني. اديني العنوان. بص اهو العنوان اهو وهستناك بكره. ماشي رايحه. الام من وقت ما شافت مصطفى وهي تصرفاتها غريبه ومش على بعضها، خليكم معانا نشوف هتعمل ايه. لا يا حبيبتي عيب ما يصحش، هاتي وانا هدي. ماشي اتفضلي يا مصطفى. ميرسي جدا، نورتني خالص. نورك الاكل بجد كان تحفه. بجد انا فرحانه جدا ان انا اتعرفت بيكي يا مصطفى، واتمنى ان دي ما تكونش اخر زياره مع بعض. مش هتكون اخر زياره. لاحظت حنية كبيرة جدا واهتمام من ماما رضوى في الوقت ده، حسيت انها تعوضنا عن ام الله يرحمها. بجد والله متشكر جدا على العزومة دي. واحدة واحدة يا مصطفى. بالراحة بالراحة يا بابا. مش عارف مش عايزة تقفل ليه. واحدة واحدة. الحمد لله. بشكر حضرتك جدا يا طنط على العزومة اللطيفة دي. لا لا استنى بقى. بص بقى بلاش طنط دي، انا ما بحبش الكلمه دي ابدا. قول يا مينو عادي خالص، خلينا اصحاب. نورتنا يا مصطفى. شكرا يا رضوى. عفوا على ايه، نورتنا. اتشرفت بيك خالص يا مصطفى. والله لولا الوقت اتاخر كنت قعدت معاك. لا ما احنا لينا قعدات تانية كتير جدا مع بعض. نورتنا خالص يا مصطفى. حسيت ان احنا اهل بجد. طبعا احنا اهل فعلا يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى. سلام عليكم. اتفضل. باي باي. لحظه بس يا مصطفى. خير امورين. اتمنى يا مصطفى ان الزياره دي تتكرر تاني باذن الله. ما تغيبش علينا، احب اشوفك دايما. عيون. انت عارف ان انا ورضوى عايشين مع نشوى وجري حبيبي، فلازم من وقت للتاني تبقى تسال علينا. اكيد طبعا. وعايزه استاذنك في حاجه يا مصطفى. اتفضل. ممكن تديني رقم موبايلك علشان ابقى اكلمك؟ اه مفيش مشكله، انا هديكي الكارت بتاعي. يا ريت. اي وقت كلمني. طيب ماشي. تتضايق يعني لو كلمتك اي وقت كده من باب اني اسال عليك او ندردش سوا انا وانت؟ مفيش مشكله. اوكي يا مصطفى نورتني. استاذنك. اتفضل. مصطفى استنى بس، اقفل السوسته دي علشان الجو برد عليك. شكرا. لا مع السلامه يا مصطفى. مش عارف ليه مامة رضوى بتتعامل معايا كده، ده مجرد موقف انا عملته كان ممكن اي حد مكاني يعمله، بس انا حاسس ان هم طيبين جدا.
ولازم اكون سند ليهم، خصوصا انهم معاهم. خير يا روحي. ايه رايك في مصطفى من ناحيه ايه بالظبط؟ بصراحه يا ماما كده انا ارتحت له، حاسه ان هو الشخص المناسب، يعني كفايه شهامته وجدعنته. بصراحه كده يعني ما عجبنيش قد كده وما ارتحتش خالص يا رب. ليه كده يا ماما؟ لا حاساه ولد كده ملاوع، وبصي من الشباب اللي هم بصراحه اي كلام. لا لا يا ماما، ده كفايه شهامته وجدعنته معايا، يعني تحسين ان هو راجل. شهمت ايه يا بنتي؟ هو علشان واحد عمل معانا موقف بقى شهم وجدع وبقى مناسب وبقى مفيش منه؟ يا ماما طب نديله فرصه، طيب نعزمه مره تانية. رضوى اوعي يكون اللي في بالي وحسيته من كلامك دلوقتي صح يا رضوى. ايوه صح يا ماما، بصراحه انا شايفاه كويس جدا. صح ايه يا رضوى؟ الشخص ده مش مناسب تماما، وانا دلوقتي عاوزاكي تركزي بس في مستقبلك وفي دراستك يا رضوى. بس يا ماما. مفيش بس يا رضوى، خلاص بقى خلصنا، احنا مش هيبقى ورانا غير سيره مصطفى، واتمنى تعرفيش اللي اسمه مصطفى ده تاني ولا تتكلمي معي. اكيد انا امك وعايزه مصلحتك. بعد اذنك يا ماما. اتفضلي. غضب كبير جدا من الام بعد ما اتاكدت ان بنتها اعجبت بمصطفى. يا ترى هي عملت كده ليه وبتفكر في ايه؟ أمينة متحكيش على نفسك، الولد مفهوش أي حاجة وحشة زي ما قلتي لبنتك وحاولتي تكرهيها فيه. تكذبيش على روحك أكتر من كده، انتي بتحبيه يا أمينة، لازم تبقي عارفة كده. انتي لسه صغيرة ومن حقك ترجعي تعيشي حياتك تاني، ما تضيعيش الفرصة دي أبدا. انتي دلوقتي قاعدة لوحدك، الحقي بقى كلميه وهاتيه بأي شكل، وعودي معي ومن حقك تعيشي شبابك وتعيشي سنك وتعيشي حياتك من أول جديد. كلمي يا أمينة. ده اللي هعمله. برافو عليك يا أمينة، برافو. ألو زي من فضلك يا مصطفى تيجي تلحقني بسرعة. إيه في إيه؟ تعبانة؟ تعبانة جدا. أيوة يا ريت تيجي بسرعة يا مصطفى، إحنا مستنيينك. طيب خلاص أنا تمام عارف، انا جاي دلوقتي. تمام ما تتاخرش. سلام. برافو عليكي، يلا اجهزي، يلا بقى حضري نفسك واستعدي عشان هو زمانه جاي. اجهزي. الام لعبت لعبتها، يا ترى هي عاوزه ايه بالظبط من مصطفى لما يروح لها، ورد فعله هيكون ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني. اعملوا شير ووصلوا الحلقة دي لأكبر عدد ممكن من الناس، شجعوني أنزل التكملة في أسرع وقت. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.